شكرا. السلام عليكم ورحمة الله. اليوم محاضرة اليوم هو اكشوالي هي كونتينيو يعني استمرارية للمحاضرة الجاستريتس، لكن اليوم راح نحكي فقط على الكونتيمينيتد الهاندلر، الناس اللي بيشغلوا بالفود بريبريشن. هذه الانفكشنز بالغالب تكون ماي، يعني اذا بدنا نقارنها بالجاس اللي تركنا يعني عنهم المره الماضيه اللي نوصل لمرحله للرينال فيلير او بلازيم انفكشن. هون احنا نحكي على المايلدر ساينز اند سيمبتومز بالفود بويزن. الفود بويزنينج ان جنرال بتكون محصوره فقط بالدايريا حتى بشكل اكبر، الابدومينال بين اند فوميت، التسممات الغذائيه البسيطه هاي تظهر لما ناكل سندويش فلافل، سندويش مش تكون بارده احيانا. اول مايكرو اورجانيزم تحدث عنه اليوم ستافيلو كوكس اوريوس. الاوريوس زي ما بتعرفوا هذه البكتيريا انفولد ان ميني ميني ديزيز، تبدا من السين انفكشن دي بذي بلاد سيم انفكشن اوسمايلايتس. لكن اليوم احنا بنحكي على فيري سمبل انفكشن اللي هو ناتج عن الكونتامينيشن اوف فود بريبريشن. معظم الحالات ستافيلو كوكس فود بويزنينج بتصير بالاندر كوك ميت او الانواع المختلفه من الكيك. اكثر حاله شائعه بالعالم بالفود بويزنينج سببها الستافيلوكوكس اوريوس هي الساندويتش. هاي الساندويشات اللي بتكون مجهزه ومحضره قبل بيوم، يعني انتم لما تروحوا على المستشفى مثلا راح تلاقوا بالكافيتيريا ساندويشات جاهزه. هذه الساندويشات المخزنه بالثلاجات من قبل بيوم، واحيانا ما بتنباعش وتظل اليوم اللي بعده. في الغالب هذه بتكون فيها ستافيلوكوكس اوريوس. ستافيلوكوكس اوريوس طبعا في سترين، في سترينز مختلف. بعض السترينز من الستافيلوكوكس اوريوس فيها انتيروتوكس، وهي هذه اللي بتعمل الاعراض المرضيه المصاحبه للبكتيريا، ابدومينال بين اند فوميت، دايريا اوكيجنال. امتى بصير دايريا؟ بصير دايريا لما يكون الانفكشن دوز عالي، لما يكون الانفكشن دوز عالي، يعني لما الواحد ياكل يكون جوعان وياكل سندويشين، هذا بيكون اخذ جرعه عاليه من البكتيريا، بالتالي احتماليه الدايريا بتكون موجوده. احنا هون بدنا ننتبه الناس اللي بيشغلوا بالبريبريشن اوف فود، يعني اللي بيشتغل بمطعم سندويشات بيعمل لف سندويشات فلافل، هذول هم مين سورس اوف انفكشن. تحديدا اذا ما كان عنده البيرسونال هايجين، اذا ما كان عنده بيرسونال هايجين ما بيغسل ايديه، بيلبس ما بيلبس جلوفز، هو يحضر بالهاندل، هذا في الغالب بصير سورس اوف ستافيلوكوكس اوريوس. بالجاسترينترايتس اذا بتتذكروا كنا نتحدث على انكيبيشن بيريد باي دايز، يعني نقول 1 تو 3 دايز 5 دايز 10 دايز. اليوم احنا بنحكي على ايش؟ على فيو اور، يعني الواحد بس ياكل السندويشه فيو اورز تبدا الاعراض المصاحبه للانفكشن للفود بويز، بعد ساعتين ثلاث تبدا الاعراض المرضيه اللي هي الفوميتنج نوزيا ابدومينال بين. الانفكشن سيفيريتي قلنا بتعتمد على نفس الشيء، بتعتمد على شيء اكثر من شغله، اولا الدوز، ثانيا الاميونوسيتس الحاله الصحيه او المناعيه للشخص المصاب. وهذه الاعراض كلها اللي بتصير في المريض تنتهي وذن 1 داي، خلال 24 ساعه بكون. طبعا احنا نحكي على الموضوع العام، لكن احيانا ببعض الحالات ممكن هذا المريض يروح لمراحل اخرى اذا كان المريض اميون كومبرومايز، اذا كان اميون سابق. هذول لهم حساب اخر. احنا نحكي على مين؟ نحكي على واحد هيلثي سليم ما في اي مشكله، صار عنده فود بويزنينج لهي الاسباب بيرسونال هايجين، اعراضه تستمر فقط 24 اور ما نتوقع انه يوقف. لكن اذا كان المريض هذا فولنربل سسبتبل ميون كومبرومايز، معناته هذا بيكون احتمالي انه الاعراض هاي تزيد تستمر لفتره اكثر من 24. دايجنوسيس ستافيلوكوكس اوريوس من البكتيريا اللي سهل دايجنوسيس فيها، عباره عن كلتشر على الميديا المعروفه بلد اجر ونيوترينت اجر، فيري ايزي تو جرو ذا بكتيريا. واحيانا اذا قلنا انه نقدر نعمل ديتكن ايذر في الفود او في السول، اذا اخذنا عينه من المريض نقدر نعمل ديتكن للتوكن او من الاصل الانفكشن سورس اوف انفكشن اللي هو الفود كونتامينيتد. البكتيريا الثانيه شوي اخر من اللي قبلها كلوسيديوم بيرفج، كلوسيديوم انايروبيك بكتيريا، انايروبيك بكتيريا سبور فورمر، سبور فورمر. هذه البكتيريا موجوده في الانتستين اوف ذا هيومن اند انيمال، وتنتقل او بتعمل فود بويزنينج عن طريق البيرسونال هايجين كونتامينيشن اوف بريبيرد فود الاندر كوك ميت. اذا اخذنا بيج اماونت او بيج بيس اوف ميت وعملنا لها هيتنج، ممكن هذا التمبريتشر ما يوصل يكون ديستريبيوتد نوت ايفنلي، ما يوصل بنفس الدرجه لكل اجزاء قطعه اللحم. فانت اذا اكلت الجزء الخارجي بيكون مستوي زي ما حكينا عن الشاورما، لكن الداخلي من قطعه اللحم الداخليه بيكون فيها بكتيريا بس ما تاثرت بالحراره، بالتالي هاي بتكون مصدر من مصادر الفود بويزن. احيانا لما نحضر وجبه تكون كبيره شوي نخزنها وين؟ بعد ما نخلص نحطها بالريفرجريتر، عشان الموظفين او الموظفات
بيطبخوا مره واحده بالاسبوع، اول الاسبوع او يوم الجمعه او السبت بضلوا ياكلوا لاخر الاسبوع، كل يوم بيسخنوا صحن. تسخين هذا الهيتينج احيانا بيكون غير كافي، يعني لازم لما بدنا نعمل هيتينج نسخن الوجبات الغذائيه لازم يكون عندنا حراره تقريبا 80 درجه مئويه ل 10 دقائق، 80 درجه ل 10 دقائق. التايمينج مهم، بس مرات احنا بنكون روحين جوعانين ناكل الاكل مثلا بنطلع من الثلاجه بناكل مباشره وبكون بارد قبل ما نسخن، او بنحطه بالمايكروويف 30 ثانيه جزء منه بصفن وجزء بضل الجزء الداخلي بيكون بارد. شيء هاي كلها بتؤدي الى فود بويزن. كل الممارسات الكوسليدين بيرفريجينيز في الغالب هي سيلف ليميتنج، اذا كانت اللود او الانفكشن لود او الدوز مش كبيره بتكون سيلف ليميتنج انفكشن. لكن احيانا الكلوسيديوم بيرفريجينيز تعرفين هذا النوع من البكتيريا عنده قدره انه يعمل يفرز اكزو انزيمز وتعمل كيلينج للتيشوز اذا كان كميته كبيره، يعني الدوز عاليه، وهذا بالنهايه كان فيتال فيتال ديزيز اللي بنسميه نيكروتايزنج انترايت، يعني بصير في نيكروسيس الانتستين، وهذا بيستلزم احيانا يعمل سيرجري، لازم يخلص من جزء النيكروتيك حتى يرجع الوضع طبيعي. هذا النيكروتايزنج انترايتس از ا فيتال ديزيز، اذا ما نعمل عمليه جراحيه وتخلص الدم وتعالج هذا از ا فيتال ديزيز. قلنا ان الانكيوبيشن بيريد بدنا نتحدث عن اورز مش عن ويك. الديتكم كمان البكتيريا هاي عباره عن قلنا انايروبيك اورجانيزم، اذا بدنا نزرعها على انايروبيك ميديا انايروبيك جار، اند ذس اورجانيزم كان برودوس سترونج توكسين. كمان نقدر نعمل ديتكم للاكزو انزيم اللي بتفرزه الكلوسيديوم بيرفريجينيز ونعمل تشخيص لهي البكتيريا من خلال التوكسين. الباسيلس سيرس، الباسيلس الغريب انه الباسيلس موجوده ايفريوير، يعني وين ما تلف تلاقي باسيلس، ايدك على المكان اي مكان تزرع بيطلع باسيلس. بس احيانا هاي الباسيلس بتكون هي سبب فود بويزنج. الاعراض المرضيه المصاحبه للفود بويزنج اللي بسببه الباسيلس بينتج عن مينلي وجبات غذائيه فيها سيريال، فيها حبوب، يعني رز عدس. هاي البكتيريا بتعيش هاي الانواع سيريال، سيريال كونتامينيشن. إذا بتتذكروا قبل كم سنة كان في حالة صار فيها وفيات بالبحر الميت بواحد من فنادق الخمس نجوم، كان السبب مات أم وطفلها، الأم والبيبي، كان سبب هي الوجبة الغذائية، كانت ماكلين شوية رز مع برجر، والاثنين شفنا البرجر مبارح، البرجر مصدر رئيسي من مصادر الانفكشن، الميت الكتل والرايس كمان. أجين إيش المشكلة إحنا بالممارسات؟ عم نركز على الممارسات لأنه هي مشكلة بالسلوك. احيانا بعد ما نحضر وجبه الطعام بس نخلص السفره بظل الرز برا. بعض الناس عندها قناعه او عندها اعتقاد ان الرز هذا ما بيخرب، يعني ممكن يصمد لعشر ساعات بساعات. البكتيريا within 20 minutes within 20 minutes بتبدا ملتيبلاي، تبدا تتكاثر خلال 20 دقيقه. اذا تركت الرز هذا تركته ساعتين على طاوله قبل ما تحطه بالبراد فانت بتعمل له ملتيبليكيشن. افضل ما تحطيه حامي احسن ما يكون يصير فيه بكتيريا وبعدين نحط هلا الافضل انه احنا نستنى عليه شوي نعمل له كولينج داون وبعدين كولينج داون يعني 10 مينت مش كولينج داون 3 اورز 4 اورز. احنا كنا عايشين احنا يعني نفس كنا بنمارس نفس الشيء، كثير نطلع بنلاقي الطنجره قبل بيوم بعدها برا. طيب بالنسبه للباسيلس فيها هيت سيبل توكن اند هيت لابايد، فيها تو تايبس. ايش كمان فيها فيرولنس اخر مهم بالباسيلس؟ ايش هي؟ ها؟ مواصفه مهمه بالباسيلس والكلوسيديوم سبور فورمر. ما دام سبور فورمر معناته هاي البكتيريا تكون موجوده سبورات، حتى لو عملنا لها هيتنج السبور ما بتموت، ما بصير لها ديناتوريشن، مجرد ما تتعرض لاجواء مناسبه تتحول السبور الى فيجيتاتيف ترجع تشتغل تنمو من جديد. هذول بوث الكلوسيديوم ام باسيلس جنرال، هذول التنتين فيهم هاي المواصفه. اذا التوكسينز اللي بالباسيلس الرص هيت لابايل اند هيتابل توكسينز، وهذول الهيت لابايل توكسينز تقدر تتحمل حتى لو مثلا في ناس يحضروا بيعملوا بالاير فراير مع شويه كميه بسيطه من الاويل تحضر اللحمه، يعني جاد نطبخه بالاير فراير، هاي البكتيريا تتحمل او التوكسين ما بصير لها نيوتراليزيشن بالاير فراير، ما بصير لها نيوتراليزيشن. يعني وجبه الاير فراير اذا فيها توكسين، اذا فيها باسيلس سيرس توكسين راح تكون توكسين لانه ما توصل لمرحله النيوتراليز. للممارسه الاكثر ممارسه اكثر الان، ما فيش واحد ما فيش بيت نادر ما تلاقي بيت بدون الميكروويف. الناس كلها صارت تسخن بيش بالميكروويف، اسرع اسهل، بس الافشنسي تبعه اتس نوت افشنت.
يا بتخنه دقيقة وبطلع بارد، وخاصة إذا كان لحوم دواجن، وبالتالي البكتيريا بدلها شغالة، أو حط بالأوتوكليف سوري بالمايكروويف تزيد المدة، وهنا في مشاكل أخرى من زيادة التايم بالمايكروويف. طيب الهيتيسيبل شو الفرق بينهم؟ الفرق فقط بالأعراض المرضية، الديوريشن انكيبيشن بيريد مثلا بالهيتيبل 0.5 to 6 hours 20.5 يعني ايش يعني؟ يعني انت مجرد ما تخلص اكل تبدا الاعراض المرض مساعد. طيب بالنسبه للهيت لابايل شوي تعطيك فرصه اكثر، الهيت لابايل يعني بيكون تقريبا من 6 الى 10، يعني اذا واحد كان ماكل معزوم عند اصحابه وعند قرايبه بيعطيه فرصه هذا انه يصل على البيت، بس هذاك لا، الهيت ستيبل بدك تستاذن المعزه تبعه تقول له بدنا نزور. ما فيش مشاكل عندنا بالدياجنوستس، قلنا لانه هذول كلهم البكتيريا هذول كلترابل اند فيري ايزي تو بي كلتر اند دياجنوز. نيجي على هاي جوز هاي اروح فيهم كلوستريديوم بوتينيوم. كلوستريديوم بوتينيوم كمان سبور فورمر زي اللي قبلها زي الكلوستريديوم فيرجينيس. هاي البكتيريا مشكلتها انها تفرز توكن، هذا توكن التوكسيتي تبعته البوتشيلين يعني اكثر ب 1000 مره من حيث القوه يعني توكسيتي من ستريبنين اللي هي التوكسيك ماتيريال ستريبنين هايلي توكسيك. هذا التوكسين از نيوروتوكسين بيعمل توكسيتي في النيورون، بنتج عن توكسين البوتشيلين بنتج عنه حاله بنسميها فلاسايد باراليس اللي هو بنسميه شلل خارج، يعني المريض بصير كله مرتي شريط. طيب كمان اجين المشكله بالممارسه بالكلوستيديوم بوتشيلين، هاي البكتيريا اكثر مكان بتتواجد فيه هي الكان فود، كان معلبه فول حمص بازيلا وات ايفر. هذول المواد الغذائية بالغالب لما بيعلبوهم بالمستودعات المصانع حطوهم بكميات كبيرة ضخمة، لما واحد بده يعمل مصنع على الفول المواد الغذائية هذا بيتعامل بالكونتينر بطن، فشو بيعملوا؟ يدخلوهم على غرف فيها راديشن تعقيم تبعهم سموه ايونايزنج راديشن على اساس انه قتلوا كل البكتيريا، بس اذا كانت البكتيريا موجودة فشو بتكون عاملة؟ تكون اوريدي صارت عاملة برودكشن لبعض التوكن موجود، فهم بيعلبوا ايش؟ بيعلبوا المادة الغذائية مع شوية توكن. هذا النيورو توكن لما نفتح علبة الفول أو أي نوع آخر يكون فيه إما الكلوستيديوم بوتشيلين نفسها أو التوكن تبعه، إذا ما عملنا له هيتينج لدرجة بيعمل نيوتراليزيشن اللي هم قلنا 80 درجة مئوية لمدة 10 دقائق، يعني توصل ال 80 وتستمر على 80 10 مينت، مش من لما نعد من الزيرو شغل الغاز ونقول يلا بدينا 10 دقائق، لا بدنا سخن صارت درجة الحرارة 80 بنعد 10 دقائق، ساعتها بنعرف انه او نقدر نعرف انه صار في نيوتراليزيشن توكن نيوتراليزيشن. اذا ما عملنا هيك شو الاعراض المتوقعة تصير عند المريض؟ هاي هون شغلة الابدومينال بين والديريا سهلة، هاي اسهل الاعراض، بعدين بعطيكم حل سحري اخر المحاضرة بعطيكم الحل السحري لكل القصة. اذا ما عملنا هيك الأعراض المرضية بتبدأ بالنيوروتوكسيسيتي، بصير في نيورونز أو الكرينيال نيورونز تبدأ شلل من منطقة العين داون. تذكروا لما قلنا على شو هي التوكسين اللي بتبدأ من تحت لفوق، أو الأعراض المرضية سيندروم اللي بيبدأ من تحت القدم بعدين بيطلع لفوق يوصل للهيد. لا مرض سيندروم جوليان بار بيبدأ من القدم بيطلع قبل الهيد. هون البوتشيلين أو البوتشيلينيوم الأعراض المرضية بتبدأ من الهيد داون، فبصير المريض عنده بليرد فيجن باي بلوك، بصير يشوف واحد اثنين وبنزل لتحت، بنزل لوين؟ بصير عنده مشكلة بالبلع، بطل يقدر يبلع، شلل في المصل، بعدين بينزل داون بصير عنده مشكلة بالرسارتري، بطل يقدر يتنفس، رسارتري ديسترس. هون لازم المريض هذا ينحط على الرسارتري وإلا الموضوع انتهى. طب هذا له حل؟ له حل بالكلوستيديوم بوتشيلينيوم، أفضل طريقة لعلاجه إنه نستخدم الانتي بوتشيلين حتى نعمل نيوتراليزيشن، وكل ما استخدمت الانتي توكسين للمريض اكثر كل ما كانت البروجرس تقدر تنقذ المريض. هون بدنا كثير مهم جدا هون الهيستوري للمريض كثير مهم، بدك تعرف بالضبط شو هو الشيء اللي عرض له عشان تقدر تعرف بدك تعالجه. لو اعطيته مضاد حيوي هون ما راح يستفيد، لازم نخلصه من التوكسين تعمل نيوتراليزيشن. دايجنوستس حكينا وقلنا انه الدايجنوستس كلتشر ما عندناش مشكله، والممكن نعمل ديتكن للتوكن نيوروتوك. التريتمنت الايرلي ادمنستريشن اوف انتيتوك هذا هو الحل المثالي. السيريا مونوسايتوجينيز هاي البكتيريا ريزيست ايفريثينج، يسموها هاردي بكتيريا، هاردي فيري هارد، ريزيست فريزينج، ريزيست هيتينج، ريزيست دراينج،
يعني كان اسبوع، وين ما حطيتها بدبر حالها. الليستيريا مونوسايتوجينيز صحيح هي محسوبه على الفود بويزنينج باكتيريوم، لكن اعراضها تتعدى كثير الابدومينال بين والدياريه. الليستيريا مونوسايتوجينيز ممكن تؤدي الى بلاد سيم انفكشن، ممكن تؤدي الى ابورشن بالبريجننت، وهي تنتقل اجين مش بس عن الكونتامينيتد فود، تنتقل انت يوتراين، تنتقل من خلال اليوترا. فطلعوا امراض اللي بتسببها يعني هي بتبقى بالكونتامينيشن، يعني هي موجوده بالكونتامينيتد فود، بتتحمل درجه حراره منخفضه وبتزيد النمو تبعها على 3 درجات مئويه. يعني انت لما تحطها بالماده الغذائيه الملوثه بالليستيريا مونوسايتوجينيز، حطها بالثلاجه، البكتيريا بتهيف، تبدا نشاط، تزيد نمو تبعها على 3 درجات مئويه. بعدين بس ناكل منها بصير عندنا بدي مثلنا غير الاعراض الاخرى العاديه، ممكن يصير مننجايتس، يصير مننجايتس، يصير ابوش. تريتمنت طبعا دائما لما نقول الدراج اوف تشويس بنسلم، بس هذا الحكي مش نوت جارانتي، زي ما بتعرف يعني تلاقي في ناس البكتيريا اللي عندهم تكون ريزيستنت. المانجمنت بكتيريا الكوز اوف اندوكازا فود بويزنينج، اهم شغله بالمانجمنت ريهايدريشن، ريبليسمنت اوف فلويد، ريبليسمنت اوف مينرال. الاطفال شو بعطوهم دائما لما بصير عندهم اسهالات؟ اكواسال. الاكواسال اللي هي فيها الصوديوم، فيها صوديوم، شيء على طعم البرتقال، شيء على طعم الليمون، موز. بعد في اكواسال بالبلد ولا شكله ما فيه؟ طيب بالنسبه للتريتمنت بالغالب قلنا المضادات الحيويه ما لها دور مهم بالتريتمنت. كل اللي بتعمله للمريض انك تعمل له نيرسري، بتحافظ على حرارته، بتخفف من البين انالجيزي، تعمل له ريبليسمنت للفلويد. والمضاد الحيوي احيانا لما يكون، اذا شفنا كل انواع البكتيريا بعضها ما حتى بنفكر بالمضاد، بس بنفكر بالمضاد الحيوي لما يكون الميكروب هذا ممكن يؤدي الى بلد سيم انفكشن، يؤدي الى كومبليكيشنز اخرى، لما يصير عندي بون انفكشن، يصير عندي مننجايتس بسبب الفود بويزن. في ملاحظه هون صغيره بس نذكركم فيها، لازم نحكيها، بعض الفود او الجاسترو انترايتس من الخطا انك تعالجه بالمضادات الحيوية. خطأ، وهي بتصير بحالة مين؟ الشريشة كولاي، الفيرو سايتوتوكيك شريشة كولاي اللي هم سميناهم الـ O157A7، الشريشة كولاي O157A7 أو الفيرو سايتوتوكيكين. هذول إذا عالجناهم بالمضاد الحيوي بصير عندنا نيجاتيف ريسبونس. هاي البكتيريا شو بتعمل؟ إذا شافت إنه عالجناها بالمضاد الحيوي راح يكون عندها رد فعل إنها تزيد توكسيسيتي. تخيل بصير كمية التوكسنز اللي بتفرزها أكبر، هذا بنعكس على المريض نيجاتيف. هاي الحاله موجوده طبعا مش بس بالشيء الشوكولاي، كل البكتيريا الباثوجينيك بكتيريا اذا شعرت بالخطر تعمل هذا الرسوم، تستخدم كل ادواتها، كل الاسلحه اللي موجوده عندها تستخدمها حتى تاذي المريض، لان هي تعتبرها معركه ديفنس، هذا ديفنس ميكانيزم. كمان دائما لما بصير واحد عنده دايرية كثير من الناس يروحوا بياخذوا الالوسازمين اللي مسموها الانتي موتيليتي دراج حتى تخفف من حركة الأمعاء وبخف الدائرية. بس الأنتي موتيليتي دراج لا ينصح فيها، وخاصة عند الأطفال. في الأطفال الأنتي موتيليتي دراج لها تأثير أكثر، بزيد نمو البكتيريا. الأنتي موتيليتي دراج هذه تنصح أو بنصح فيها المرضى اللي بنصابوا بالترافيلرز دائرية. ترافيلرز اللي هم وين هذول؟ المسافرين. واحد مسافر وصابوا دائرية، هذا لأنه بده حدا يساعده، إنه ما يصير عنده دائرية ضل قاعد بالحمام. يعني واحد رايح له زيارة يومين سياحة يقضيها بالحمام، بده ياخذ انتي موتيليتي دراج عشان تهدى الامعاء وما ظلش فريكوينت دايريا. البريفنشن طبعا شوف الخيال تبعكم قديش بيقدر نعمل بريفنشن، شو هي الطرق اللي بنقدر نحمي حالنا منها من الفوز؟ اهمها ايش هي؟ قبل التسخين هايجين، واش يور هاند قبل ما تحضر اي طعام. طبعا هاي قبل الحمام بعد الحمام هاي ماش نحيه. لما تسافر حاول ما تاكل شيء مش مطبوخ. دائما الناس اللي بيسافروا هذول كثير اعطوهم ليفلت ارشادات جايد لاين، لا تشرب مي من الحنفيه، لا تاكل فواكه مش مطبوخ، لا تاكل خضار مش مطبوخ، لان هاي مصدر من مصادر الفود بويزن. تخزين كثير مهم، الناس اللي بيخزنوا لحوم لفترات طويله هذول بالغالب في قلنا بكتيريا، في انواع من البكتيريا بتب الفريزنج. هسه شفنا اللي يصير بالسيتيجز ما عندهاش مش البلف. ولما بتطلع اللحوم المجمدة هاي الفريز لازم تعملها بروبر ثوي، لازم كلها تذوب 100%، بعدين نعملها هيتنج، مش نحطها بالاوتوكليف وهي فريز، هي زي سوليد بعدين نعتبرها خلص يلا امور تمام، حطيناها دقيقتين بالاوتوكليف او سوري بالمايكروويف، معناته خلصها من الكونتامينيشن. المرضى اللي عندهم اعراض مرضيه جاسترو انترايتس هذول اذا كان بيشغل لازم
نوقف عن الشغل لحد ما تختفي الاعراض المرضيه at least 48 hours هذا الموظف العادي. اما الفود هاندلر الناس اللي بيشتغلوا بالمطاعم هذا لازم بده متابعه for 3 weeks لازم ناخذ منه عينات every week for 3 weeks لازم كلهم يكونوا ايش نيجاتيف 3 weeks بعدين بنقول له تفضل على شغله ليف سندويشات بس ما دام عنده اعراض جاستر انترايتس هذا ممنوع يشتغل بالفود هاندلر لانه هذا عباره عن مكان نسميه كومن سورس يعني مطعم بخدم شريحه كبيره مش عيله صغيره تم مقدور عليها. تتذكروا بعض المطاعم صار فيها مشاكل يعني الاف من الناس كانت عند الاعراض المرضيه من وراء سندويش محل بلف سندويشات. الاميونايزيشن احيانا بقول لك ممكن الفاكسين يعني تاخذ فاكسين لبعض الانواع الفاكسين تنفع للترافيلر كمان اجين الناس اللي بيسافروا اذا اخذ راح على منطقه ممكن يكون فيها كوليرا واخذ الكوليرا فاكسين اورال هذه بتحميه. بس كل انواع الفاكسينز اللي بتستخدم للفود بويزنينج شورت لايف تايم اكثر وحده تستمر ل 6 مانث بدي اخذ من الدكتور حكم كمان 10 دقائق زي ما باخذ. طيب شو ما حدا سالني عن الوصفه السحريه ها اللي هي انا بعملها يعني انا اللي بعد مش انا في ناس غيري بعملها بس انا بحافظ عليها لما اسافر اي مكان في عندي رفيق دائما هذا باخذه معي طبعا بيعترضوا علي حتى بالبيت بس اخذ ولا استغني عنه. مين توقع شو ها صديقي هذا رفيقي بالسفر ها هايجين لا الهايجين معبي الدنيا ما هو وين ما تروح بتلاقي اي مكان تروح بتلاقي علبه هايجين ثوم لانه بعد الخبره الطويله بسفر ما في مكان اروح عليه وما كان في مشاكل. كل الفنادق اللي تنزل فيهم خمس نجوم دائما بصير عندك مشاكل. شو الحل؟ فريز بعد الفطور حب بعد الغداء حب طبعا اذا بقول لك هذا الناس بتل قطع صغيره هيك قطعوا قطع صغيره بدون ما مضغ ولا يشبلع وذن اقول لكم وذن 10 مينت كل شيء بيستقر كل حركه الامعاء هاي اللي تعمل مشاكل ومصايب كلها بوقت 10-15 مينت بكره لما تسافروا جربوها. طيب الفايرال احنا مش رح نحكي كثير على الفايرال لانه الفايرال بدنا نحكي على الريمارك شغلات المهمه الاساسيه. معظم حالات الفايرال تصير بالكل الفايرال جاستروانترايتس واخطر شيء على الكل نسبه الوفيات children very high تقريبا 1 مليون هاي every year die from viral gastroenteritis رقم كبير. شو الاعراض المصاحبه للفايرال؟ نفس الاعراض المصاحبه للبكتيريا اللي هي ام الثوم ديريا فوميتنج. طيب الحل ايش؟ اجين ما في شيء علاج تريتمنت ما في التريتمنت از نيرسنج نحافظ على الحراره نحافظ على الفلويد نعمل فلويد بيس يعني اند بين كيلر بس هذه بكل انواع الفيروس. بس شو الفرق بين فيروس وفيروس؟ الدايجنوسيس كمان خلينا نحكي عليها لانه كلها نفس الشيء. الدايجنوسيس للفيرال انفكشن فقط ناخذ عينه من النسول للمريض ونشوفها تحت الماكرو بالالكترومايكرو تحت الالكترومايكرو او بالامينو اسي سيرولوجي او بالبي سي ار هذول هم الثلاث طرق اللي بنشخص فيهم الفيرال انفكشن الكترومايكروسكوب امينو اسي اند بي سي ار. الفيرال انفكشنز بالغالب بتصير سيزونال وينتر سيزون اكثر الامراض الفيروسيه بتصير بالشتاء وتؤدي الى دايريا اند فوميت. طبعا ضي السيفيريتي بتختلف من واحد لواحد. الروتا فيروس مثلا الروتا فيروس هذا والادينو فيروس هذول اثنين بيعملوا مشاكل بالجاسترونتستينال تراك بس قبل ما يعملوا مشاكل بالجاسترونتستينال تراك تظهر اعراض بصير عنده اعراض في الجهاز التنفسي الروتري تراك بعدها بيظهر الجاسترونتستينال تراك سين. النورو والتابو فيروس اسمه وينتر فوميتنج ديزيز اذا هذا هاي الانواع من الفيروس تكون موجوده بالوينتر واعراضها تكون بالفوميت. كيف تعمل فلويد لوس اوف فلويد؟ لوس اوف فلويد بالفيرال انفكشن بالغالب الفيرال زي ما بتعرفوا شو فيها ستركتشر مهم ها بياثر على ايش؟ بياثر على ستركتشر مهم لا على شغلتين هو مش واحد. سيليا بيضرب سيليا فيروس اللي هو قلنا هذا جزء من الميوكوسيلياري اليفيتر يعني بيضرب الجهاز المناعي من خلال السيليا. او شغله ثانيه ها الفيلاي فيلاي اند مايكرو فيلاي اللي هم مسؤولين عن ايش هذول؟ مسؤولين عن الابسوربشن والري ابسوربشن وفلويد. اذا ضربهم فيلاي مايكرو فيلاي معناته ما فيش ابسوربشن بيصير بصير الفلويد ها ويل بي ديفويد. الادينو فيروس هذا مشكلته بالديوريشن يعني زيه زي ما حكينا بيظهر بالاعراض التنفسيه اولا بعدين بيظهر بالجاسترونتستينال تراك جاسترونترايتس لكن الفرق بينه وبين غيره لونج ديوريشن هذا ممكن يظل مع المريض 2-3 ويك معناته هذا يعني المريض بصير ديبيليتيت ضعيف جدا ديهايدريتد. وهذول في الغالب مجموعه الادينو فيروس المرضى اللي بنصابوا بالادينو فيروس لازم ندخلهم ان بيشنت يعني النيرسري ان بيشنت. الاسترو فيروس ما فيش شيء يميز فيه الا شكله زي النجم
اما الاعراض كل التفاصيل الاخرى مش كل الفيروس الاخرى. هيك خلصنا الفايرال جاستراك فود بويزنج. المره الجايه نحكي على الفايرال هيباتايتس.